هبة شلابي مصورة وفنانة ديجيتال آرت. شاركت في مسابقة مع زميلتي ملك تايب من ليبيا. تجربة حلوة جميلة بالنسبة لي، حتى لو ما ربحتش حسيت بسعادة إنه في حد تاني ربح، يعني زميلة من تونس جازية، فرحت لها من كل قلبي كأنني اللي ربحت. ونحس إنه مش بضرورة إنسان يعني يحزن لو ما ربحش. في النهاية إحنا فرصة هذه جمعتني بمجموعة من الجنسيات، شمال أفريقيا، دول عربية أخرى، وتعرفنا على بعضنا. شكراً لمنظمي الحدث، شكراً للاتحاد الأوروبي، شكراً لأي حد ساهم في نجاح هذا البرنامج. شكراً.